إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك وأنت خير مجيب. اللهم يا حي يا قيوم اجعل هداية خلقك على أيدينا. اللهم اجعلنا أهلا لنشر دينك. اللهم اجعلنا أهلا لتبليغ شريعتك. اللهم اجعلنا أهلا لنشر دينك في هذا الوجود. اللهم اجعلنا أهلا لدلالة عبادك عليك وتوجيه خلقك إليك. اللهم يا حي ويا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وافتقارنا ضائع بين يدينا. فعاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.